هناك بعض الناس كيشدوا على الفك ديالهم بقوة بالنهار أو بالليل، وبالأخص بالليل، لأن الإنسان ما تيكونش كيتحكم. هذا كنسميه البروكسيزم يعني، أو صرير الأسنان. وهاد الناس هادو اللي كيشدوا على أسنانهم تيكونوا كنقولوا حنا بالدارجة كيغزوا أسنانهم بلا ما يحسوا، كيمكن يتسبب في التآكل ديال ميناء الأسنان، ومن بعد ملي كيتهرسوا سنينات كيولوا أسنان حساسة. إذا في هذا الإطار هناك كيمكن نصيبوا لهم واقي ديال الأسنان اللي كيمكن يديروه بالليل. هناك هذا الواقي هذا كنصيبوه في المختبر، يعني كناخذوا حنا العبار في العياده، يا اما كنصيبوه في العياده الا كانت امكانيه، او لا كنصيبوه في المختبر. اذا حنا ديك الساعه كنشوفوا مع الشخص على حسب السمك ديال هذا الواقي، على حسب كيفاش غادي يكون، واش غادي يكون في الفك العلوي ولا السفلي. اذا هنا كيبقى القرار للطبيب، علاش؟ لان ملي الانسان كيدير هذا الواقي هذا تيرتاح لي موسكل ديالو، الاعصاب ديالو، لي زارتيكولاسيون. لان ما نساوش بانه ملي كنهضروا على الاسنان، راه الاسنان ما كاينش غير بوحدهم، يعني راه داير بمجموعه ديال الاعضاء، منهم لي موسكل ومنهم هاد لارتيكولاسيون هادي. دونك فاش يرتاح الفم ديالو كتكون واحد لا غولاكساسيون، يعني ملي كيرتاح ليه الوجه ديالو ما كيبقاش هذا المشكل ديال صرير الاسنان.